تقدرين نمشي طوالي ننتقل يا جماعه على السيشن اللي بعده. السيشن اللي بعده ده امتداد، لانه الكلام اللي قالوه ده كله في السيشن اللي فات ده كله بينزل في التنميه المستدامه. التنميه المستدامه بتهتم بالاطفال، بالمراه، بالحقوق الانسان، ده كله موجود في القانون والعدل اللي هو 16. فدارين ننتقل للسيشن الثاني اللي هو بيتكلم عن السلام والتنميه المستدامه. السلام اللي تكلمنا عنه قبل كده كثير في عدد من الويبينارز، وكان فيها عدد كبير من الاحزاب لكن عندنا اليوم مدخل الليله جديد، والحمد لله عندنا اربعه ان شاء الله حيصيروا النقاش فيهم. انا داير ابدا طوالي بالمتحدث الاول في هذا السيشن، الاستاذه ليلى المهدي، وهي صحفيه واعلاميه ودرست ما بين السودان والامارات، هي قاعده في ابو ظبي واشتغلت تلفزيون السودان، وكانت بتعيد وبتناقش الصحف اليوميه وعده برامج، فعندها خبره اعلاميه كبيره جدا. نسمع منك يا استاذه ليلى المهدي رايك شنو في يعني ادينا مداخلتك الاولى وبعدين نرجع لك. تفضلي يا اعملي ام ميوت وتفضلي يا استاذه ليلى المهدي من ابو ظبي. اعملي ام ميوت. شايف صورتها اختفت استاذه ليلى. السلام عليكم ورحمه الله. مثلا انا اقول لك ان صورتك اختفت، ما اعرف لو انت عارف كده. والله انا حبيت اعمل ميوت شفتها. عشان سامعينك؟ ايوه كده بدات تصحب شوي. ايوه تفضلي واصل تفضلي. طيب اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله، ومساء الخير عليكم جميعا. صباح الخير لدكتور عزيز، لانه قلت لي عنده الدنيا فجر يعني. أنا بحييك يا بروف، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة المرة الثانية. كان شاركت معاك في ندوة الإعلام. أنا سعيدة بالمشاركة وسعيدة بالوجوه النيرة دي، وصراحة بزعل جدا والله لما أعرف إنه يعني كل ما أشوف خبراء يعني وناس ما شاء الله على قدر كبير جدا من العلم والثقافة والوعي والإدراك في مجالات مختلفة، إنه للأسف الشديد يعني السودان ما استفاد من الحاجة دي. الدول الثانية استفادت أكثر من السودان نفسه. دي مشكلة كبيرة إحنا المفروض يعني نقيف عندها. يعني ما شاء الله عليكم شهادات علمية كبيرة جدا وخبرات أكيد أخذتوها من خارج وداخل السودان. إن شاء الله يتصلح الحال والناس يعني ترجع وتستفيد منها البلد أكثر. يعني موضوع السلام والتنمية طبعا موضوع كبير جدا. انت يا بروف خطيت ثلاثة موضوعات هم كلهم مكملين لبعض او كلهم بصبوا في خانة واحدة. الموضوع بتاع التنمية والسلام ما بيتم اذا ما اخذنا في اعتبارنا حقوق الانسان من تمكين للمرأة ومن حقوق الشباب. يعني الموضوع ده هو موضوع اجتماعي، لو نحن ما خدناه في الحسبان ما حتحصل تنمية. انت ظالم المرأة ما حتحصل لك تنمية، انت مديت الشباب حقه ما حتحصل لك تنمية. نمرة واحد. نمرة اثنين، عشان تحفظ التنمية وعشان تستمر التنمية زي ما بسموها العلماء التنمية المستدامة، عشان تكون لك تنمية مستدامة لازم يكون عندك توافق سياسي. التوافق السياسي إذا ما تم في أي بلد ممكن يعني يهدم لك أي تنمية أو أي مشاريع تنموية أنت بتقوم بها. إذن حقوق المرأة والسلام والتوافق السياسي كلهم هم يعني ركائز أساسية لصناعة أي تنمية مستدامة في أي بلد. طيب إذا عايزة أتكلم عن الموضوع المحدد لي اللي هو السلام والتنمية، السلام والتنمية الاثنين هما يعني كفتي ميزان. هذا الميزان اسمه الاستقرار في أي بلد. أي بلد أنت عايز تصنع فيها استقرار من كل النواحي، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، كله لازم يكون عندك سلام وتنمية الاثنين. السلام بيحرس التنمية والتنمية بتحرس السلام. ما في سلام بدون تنمية بيستمر، ولا في تنمية أصلا بتقوم إذا ما في سلام، لأن السلام هو الأمن وهو يعني تلاقي وجداني واجتماعي وغيره، وهو نبذ لصراعات ممكن تكون قبلية أو خلافه. عشان تعمل مشاريع تنموية أصلاً في كل مكان لازم أنت تأسس لسلام، سلام يكون دائم عشان التنمية ذاتها تكون لك دائمة. نحن الحمد لله رب العالمين مقومات ودعائم التنمية عندنا متوفرة وموجودة. المورد البشري الحمد لله رب العالمين عندنا كخبرة كأيدي عاملة خلافه عندنا موجود. الموارد الطبيعية نحن عندنا أطول نهر في العالم ما محتاج
معالجة، مياه ما محتاجة لمعالجة، أراضي زراعية كبيرة جدا بملايين الأفدنة ما محتاجة لمعالجة، عندنا ثروة حيوانية، عندنا في غرب السودان معادن لسه ما طلعت ولا فكروا الناس فيها. يعني أنا بقول أبسط حاجة، عندي صاحبتي في لندن معاكم هناك، قالت لي يا ليلى عندنا قطعة المانجا ممكن تكون ب9 جنيه استرليني. أنا ما عارفة الموضوع الكلام ده صحيح ولا ما صحيح يا بروف. المانجا دي القطعة الواحدة في بريطانيا ب9 جنيه استرليني، في أبو جبيها بتاكل الحيوانات البهايم موقع في الشارع، ليه نحن ما نستفيد منها؟ ليه نحن مواردنا مهدرة؟ ده سؤال كبير جدا. عشان احنا ما فاضيين؟ عشان انا وانت بنتصارع في كرسي؟ طيب انا قعدت في الكرسي عملت حاشيه وحرس وقدامي وراي نجده ومواتر حرسانيه وقروش، وعملت عمارات في دول مختلفه واشتريت بلل ومليت جيبي طيب يعني انا في النهايه بكره حمشي، انا حمشي اذا ميت حمشي، اذا حي حمشي، وهو عمر البشير قدامنا 30 سنة وفي النهاية هو يعني قاعد. ما في أكثر إذلال من إنك أنت يعني حتى يقول لك في الأثر ارحموا عزيز قوم ذل، ما في ذل أكثر من كذا. ليه؟ لأنك أنت في النهاية ما عملت للناس ذيل. يعني أنت أنا شايفة كثيرين جدا هسي بيحترموا دكتور عبد الله حمدوك مشى، ناس كثيرين جدا بقول لك والله يا أخي أنا حتى لو ضده ولو شايفه إنه ما عمل أي شيء أنا أحترمه لأنه هو احترم نفسه وانسحب، شاف نفسه ما قادر يقدم بأي شكل من أشكال الإعاقة اللي حصلت له وهو ما قادر يقدم حاجة، فانسحب الرجل بكل أدب واحترام وألقى خطاب في منتهى الأدب والوقار وانسحب. فأنت أحسن تقعد تشتغل بتسكر ليك، والله يعني أنت حي أو ميت حتسكر ليك الأعمال الطيبة الجليلة اللي أنت بتقدمها للوطن، والله لأجيال الأجيال هي تفضل لك. وعندنا الشيخ زايد رحمة الله عليه أقرب مثال، يعني الشيخ زايد ده إلى أن تقوم الساعة ذكراه ما حتنسى، لأنه أسس لبلد بشيء كبير جدا من الإيثار ومن الحب والوطنية الحقيقية. كويس، فأنا بفتكر إنه دي واحدة من مشكلاتنا نحن في السودان. أول حاجة نحن ليه ما عندنا تنمية وعندنا كل المقومات زي ما ذكرتها من بشرية وطبيعية وخلافه؟ نحن لأنه أول حاجة عندنا غياب الروح الوطنية، نحن ما عندنا غيرة على البلد. حتى أنت كمواطن ماشي في الشارع خلي عندك غيرة على البلد، لما ترمي قارورة الموية بعد ما تشربها وترميها في الشارع أنت ما أنت كده أسئت للبلد، أسئت للبلد، دي إساءة للبلد. يعني أنا أحترم الثوار لما طلعوا الثورة، لما طلعت ثورة ديسمبر أول ما طلعت وأسقطوا نظام الإنقاذ، أنا أحترمه لأنه طلعوا ثورة كانت عندها أهداف قبل ما تسرق، أنا بقول سرقة بعيدا عن السياسة. أنا ما أحب السياسة ولا أنتمي لأي حزب سياسي ولا أحب السياسة أبدا في أي حتة في الدنيا. فأنا أقول إنه الناس لو طلعوا، حتى أنت لما تطلع تطالب بحقوقك ما تخرب البلد، لأنه أي خراب أنت أي حجر ترميه في الشارع، أي حفرة تحفيرها في الشارع، دي إساءة لبلدك. أنت ما تستاهل أصلاً ذات البلد. أنت والبلد شنو؟ ما أخذ وعطاء. أنت قدم للبلد عشان تأخذ منه، عشان تلقى منه. كويس، نفس الثورة اللي قامت دي، أنا أتمنى أنه يستقر الحال وتهدأ الأمور وما في شيء بعيد. أنا أتمنى إنه نحن نتكلم في حدود الروح المعنوية للثوار الآن وللوضع الصراحة مؤلم جدا. يعني إحنا بنشوف نحن والله بقلوبنا صح برا البلد، لكن والله الواحد أثناء الدوام بفكر يعني والله حتى اللقمة الواحد يأكل ما بتنفعه قسما بالله لما يتذكر الحاصل. يعني الأمهات الأولادهم بيطلعوا بعد شوية بقول لا ولدك مات، ولدك في المستشفى بتمشي تلقاه بيدي في الروح. يعني دي أشياء صراحة مؤلمة جدا. نحن نتمنى إنه الحال يستقر عشان الناس بدل تطلع لمواكب ثورية تطلع لمواكب بتاعة نظافة وتشجير وترتيب للبيئة، دي التنمية الحقيقية. كونك أنت تعيش في بيئة نظيفة دي تنمية حقيقية. كويس، عشان أنت بتدي البيئة النظام وترتيب وتحافظ عليها، هي بتديك أقل شيء بتديك هو نقي.
بتديك مكان نظيف انت نفسيا بترتاح فيه. طيب غياب التخطيط نحن برضو من المشكلات الكبيره جدا اللي بتعيق التنميه عندنا يا جماعه. نحن ما قاعدين نخطط تخطيط استراتيجي. نحن المفروض يكون عندنا خطط ودراسات بحثيه تستشرف المستقبل بصوره علميه. نحن غياب البحث العلمي عندنا مشكله كبيره جدا. ما قاعدين نخطط. نحن لو بنخطط تخطيط علمي استراتيجي نستشرف من خلاله مستقبل بدراسات علمية، أفتكر إنه كان ممكن الناس تخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع التنمية. برضو من المشكلات الكبيرة جدا غياب القانون، كل أنواع القانون المدني ونحن عندنا أقرب مثال حتى الآن 3 سنة أو ماشيين هنا على 3 سنة ولسه ما عندنا شو اسمه قانون دستوري. نحن غياب القانون يا جماعة عندنا مشكلة في كل شيء، قانون البيئة وقانون المرور، قانون المدني، القانون الجنائي، كل القوانين عندنا في السودان صفر. أنا بقول صفر لدراسة أنا شفتها ولحالات قدامي يعني. كويس. طيب نحن عندنا يا جماعة من المشكلات الكبيرة جدا إنك أنت لأنه غايب عنك التخطيط الاستراتيجي والدراسة العلمية، أنت لما تقيم مشاريع في عندك أشياء أنت بتغيب على بالك. أول حاجة يا جماعة نحن من المشكلات الكبيرة جدا اللي صنعت الإنقاذ، صنعت مشكلة بين الحكومة عملت مشكلة حقيقية في السكك الحديدية. يا جماعة نحن ما ممكن نعمل مشاريع تنموية بدون مواصلات. الإنجليز زي لما جو حكموا زمان السودان، أبسط حاجة يعني سهلت لهم الموضوع بتاع حكم السودان الكبير ده عمل ربطوه بسكك حديدية. نحن المشكلة اللي خلت الإنقاذ يعني تفشل في أشياء كثيرة جدا إنها يعني غاب عنها موضوع السكة حديد والمواصلات بصورة عامة. يعني أنت أول حاجة عندك بلد كبير جدا مترامي، يعني للأسف الشديد اي حكومه جات بعد الاستقلال بتركز على الـ على الـ على السنتر، تركز على الوسط، على الخرطوم. الخرطوم دي الان بمدن الثلاثه ممكن تشكل، مش مدن الثلاثه، ام درمان برا ممكن تعمل لي دوله. ام درمان دي دوله عديل كده يعني، غربها وشمالها وجنوبها. انا من ام درمان، ام درمان دي ما عندها حدود. الخرطوم عندك وبحري بهناك، يعني صراحة يعني انت ذاتك دي مشكلة بالنسبة لك. يعني الناس كلها نزحت من الأقاليم، جاتك في الوسط عملت لك مشاكل في الخرطوم، حتى في مشاريعك يعني في الخدمات اللي انت بتقدمها للناس عندك مشكلة الآن. طيب انت ليه عشان تنجح في حكمك وعشان انت ذاتك تصنع نوع من الاستقرار اعمل مشاريع تنموية في الأقاليم؟ الغرب ده ما فيه 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 يا اخي، ابسط حاجه النساء في الغرب بيعملوا شغل يدوي وبيعملوا شغل بلدي مبالغ فيه، بيعملوا صناعات من الالبان، بيصنعوا من الجلود. وعندنا وكلكم بتعرفوا المركوب النمري، ما بعرف منو فيكم ما لبس المركوب النمري، معروف يعني الصناعات، اجود الصناعات الجلديه في الغرب، اجود الصناعات اللي بيصنعوها الحريم من السعف ومن خلافه. انت ممكن تنشئ مصانع لأعمال مختلفة عندك في الشمال في الشرق في غيره. أول حاجة أنت بتعمل تعزز عندك بمشروعاتك اللي بتعملها في الأقاليم، بتعزز عندك موضوع الاستقرار، بتستقر الناس بتستقر خلاص. ممكن كمان تعمل أنت يعني هجرة عكسية من العاصمة للأقاليم، الناس تمشي تشتغل هناك. الآن خريج الجامعة بيشتغل في 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 الركشة، الآن واحد بيكون عنده ماجستير بيشتغل ترحال. ليه نحن ما نعمل مشاريع؟ وممكن تقول لي من وين المشاريع؟ الناس نحن أسوأ حاجة كنت أنا بكرهها في الإنقاذ زمان لما أقول لك والله يا أخي الحالة الاقتصادية، مثل ما شمعتك على الحالة الاقتصادية، الاقتصاد ده شنو؟ قروش حتمطر عليك السماء تملأ لك البنوك عشان تمشي تبني بها شوارع وتبني بها مصانع لا الاقتصاد ده موارد عندك أنت بتفعلها. الاقتصاد موارد عندك ربنا حباك بها، شغل مخك وحكم ضميرك الوطني واشتغل عليها. شوف انت حتمشي كيف وشوف البلد دي حتمشي كيف، حتكون قبلة للناس. حاجة مهمة جدا نحن ما فكرنا فيها، ليه ما يكون عندنا طريق حرير يربط غرب إفريقيا بالشرق هنا بالشرق الأوسط وبكل العالم من عن طريق بورسودان؟ احنا ممكن مش نعمل مواصلات
لمدننا وأقاليمنا وبس، نحن ممكن نكون أعظم وأكبر طريق في إفريقيا كلها يربطها بالعالم، يربط غرب إفريقيا بالعالم. شوف الدخل اليومي حيكون كيف، شوف ومن زمان الحاجات دي كانت في السودان، كان طريق للهجرات اللي بتمشي على الجزيرة العربية، والناس اللي بيجوا ماشيين الحج وبيرجعوا، انت ذاتك بتنعش التجارة عندك، وانت بتستفيد في دخلك، وانت بتعمل مشاريع تنموية بدون ما تشعر، تلقى نفسك انت عملت استقرار، خليت الناس كمان الناس اللي في بريطانيا واللي في امريكا وفي وين يجوا راجعين السودان يقعدوا، يعني عشان طيب. هنا في بقت في مدخلات، في بقت في مصادر بتاعت عمل، في يعني الناس كلها حاسه عايزه تطلع من السودان. ليه؟ يعني ما في فرص شغل. يعني انت عندك، باعتبار انك انت عندك مقومات طبيعيه كثيره جدا فاعله، بس عشان انت تقدر تشتغل. المشكله الكبيره جدا كان عندنا بترول قبل ما ينفصل الجنوب، احنا ما دخلنا البترول ده في تطوير الزراعه عندنا كمورد اساسي. واسوأ حاجه في الدنيا انك انت ما تعرف المورد الممكن يأهلك وممكن يعمل لك تنمية. يعني أنت لو ما عرفت مقدراتك ما بتقدر تعمل حاجة. أعرف مقدرتك أنت شنو عشان تشتغل عليها، عشان أنت تطور نفسك. نحن الزراعة الآن للأسف الشديد إلى الآن، وهي الزراعة جابت اسم السودان في العالم كله، خلته سلة غذاء العالم إلى يوم يبعثون. هو الشعار ده قائم، لسه ما شالوا مننا ناس اليونيسيف والأمم المتحدة، نحن سلة غذاء العالم كويس، لكن للأسف الشديد إحنا ما شغالين عليه بسبب أنت وزير وأنا وزير، ولا يا أخي تعال وده عسكري ما يحكمني، وأنت تعال يا شيوعي ما تجيني. ليه يعني في النهاية لا أنت بتستفيد ولا أنا بستفيد ولا البلد بيستفيد، هتجيبني في الحضيض. بس الحاجة المهمة، نحن الآن الزراعة يعني بالتكنولوجيا وبالتقنيات الكبيرة جدا، العالم الآن رقمي، العالم رقمي، بدليل إنه رواندا اللي كانت الدماء منها والمذابح اللي بتحصل العالم بيغمض عينه منها عشان ما يشوف المذابح. رئيس رواندا كان بيقول أنا لما أجي ماشي بالشارع بسد أنفي من روائح الجثث في الشوارع. الآن رواندا رابع أحسن اقتصاد في إفريقيا. ليه؟ الرئيس الرواندي أخذ 2500 شاب رسلوا يتعلموا الحكومة الرقمية أو الحكومة الإلكترونية، الآن شغالة بالحكومة. نحن ذاتنا عشان نرتاح من حكم العجائز دير، كل واحد عجوز يقول لك أنا دار أشتغل أعمل كورس، وكلهم ناس أحزاب، يعني أحزاب للأسف الشديد كلهم بس عايزين يقعدوا أنا الرئيس الفلاني، أنا الوزير الفلاني. طيب أنت تعال وزير فلاني يا أخي، أنت ما في شباب، وفي العالم ذاته حس بيقى رقمي، ذاتك أنا الحكومة دي دار أعملها رقمية الآن. أنا في هنا في أنا كلامك جميل، بس أنا عايشة في أبو ظبي، معلش آخر حاجة اتفضل. أوكي أنا عايشة في أبو ظبي، أنا بجدد إقامتي أونلاين، أنا لأنه زوجي متوفي كتير، أنا المحكمة والما بعرف والأطفال وكذا، أي حاجة عايزاها حتى الجلسات تحت المحكمة أونلاين، التعليم أونلاين، أي شيء والله. الرقمنا يعني نحن للأسف الشديد الناس في عصر الرقمنا، ونحن لسه نحن شغالين بالواسوب في الزراعة، ونحن لسه شغالين بالطورية يعني نحن مشكلتنا ما قادرين نحن نفعل الأشياء اللي عندنا ونشتغل عليها، وكله بغياب الضمير. أرجع أقول غياب الضمير الوطني، ما عندنا وطني. طيب شكرا جزيلا. لا 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 كويس، خاتمة كويسة، وده كله بعدين حيمشي معنا في السجن الأخير الدكتور عبد الحميد دير بعدين. أنا بس نطول كلامي جميل جدا، بس طيب مش يعني أغير يعني أشرح كلامي اللي قلتيه، ولكن للتوضيح بس بتوقع انه ده الفهم اللي انت قصدها، عشان بس جندي تعليق هنا. انت كنت خريجه جامعه مثلا، يضطر يشتغل يسوق رقشه او يسوق ترحال، انا متاكد انت يومين انه ليس تقليل من هذه المهن، وانما انه هو يتخرج مثلا دكتور ولا غيره ما بيلقى وظيفه في مجاله، ما شغال في تخصصه، في تخصصه بس. لا انا ده اوضحها للناس عشان ما يقولوا يعني بعد شوي يقول لك ده تقليل من، لا ما تقليل، بالعكس من اكثر الشركات اللي نجحت في السودان شركه ترحال، والناس كلها انا كم مره بركب ترحال بيطلع محامي دكتور غيره، وساعدت أسر كثيرة جدا. وطبعا المهن دي يعني كلنا نمتهن المهن اللي نمتهنها، ورب الذي يقوله أسجعل يعني العمل ده كله عبادة. طيب شكرا لك يا أستاذ ليلى، خليك معانا ونواصل ونجي نرجع لك تاني. طيب داير انتقل من أبو ظبي للنمسا، وحنمشي لدكتور عثمان تنقساوي. دكتور عثمان تنقساوي هو مهندس، درس بكالوريوس الهندسة الميكانيكية في جامعة هل،
في بريطانيا عندنا، وعمل الدكتوراه في جامعة لوفبرا، وكان ذول برضه متميز جدا وشاطر جدا وتخصص في حاجات يعني كبيرة جدا. وهو التايتل بتاعه ديفلوبمنت انجينير، مهندس تطوير. وقدم قبل كده في المنصة دي كم مرة وكتب أوراق، وانه كويس وجميل جدا انه لما تيجي الحاجات بتاعت العلوم الاجتماعية والتفكير في الأمن والسلام والتنمية المستدامة، الناس جايين من هندسة ومجالات زي دي بيكون عندها طابع ونكهة تانية. الدكتور عثمان قاعد في النمسا، عنده الخبرة بتاعت النمسا، أظن له سنين طويلة هناك، وهو في الأصل سوداني طبعا، وعنده الخبرة بتاعت بريطانيا لأنه درس هنا، فعندنا ناس كده خلطة بتاعت ثلاثة خبرات. فتفضل يا دكتور عثمان، وممكن تعمل أم ميوت ويو كان شير لأنه أنا خليتك كوهوس. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أنا حبدأ طوال عشان نختصر لكم الزمن. أنا الورقة اللي كتبتها هي بتتكلم عن الأمن والتنمية المستدامة، ودائرة أركز بالذات على دور القوات المسلحة في التنمية. في أنا بلخصها في 4 نقاط. النقطة الأولى، أول حاجة أهمية أنه يكون في استراتيجية، لأنه الملاحظ دائما أنه لما يكون عندنا تحول ديمقراطي دائما ما بكون في خطة إنه بعد ذاك الناس تعمل شنو. يعني أكتوبر 64، 85، عندنا 2019، وبعد ذاك تبقى في مشكلة إنه أخوانا أها بعد ذاك الناس تعمل شنو، الدكتاتور سقط نعمل شنو. يعني دي مشكلة قديمة وخطيرة جدا، ونحن نحتاج حاليا نبدأ نعمل شغل بتاع استراتيجية. يعني ده الناس داخل السودان وخارج السودان ممكن الناس يدعون فيه، ونبدأ نخطط واحدة ونجهزها. النقطة الثانية اللي هو عن التنمية المستدامة، إنه ما هو الغرض من التنمية المستدامة؟ يعني إحنا هل هي غرض في نفسها؟ هل إحنا بس عاوزين ناكل ونشرب وخلاص، ولا في شيء تاني؟ أعتقد أهم حاجة بالنسبة لنا يعني كمجتمع سوداني مفروض يكون الغرض طعنا شوية كبير، إنه نكون يعني ندي قيمة مضافة لنفسنا ولغيرنا. وممكن أدي مثل بعدين لو لقينا فرصة أدي مثل يعني في الموضوع ده. النقطة الثالثة هي عن العلاقة بين الأمن والتنمية المستدامة. احنا زي ما شايفين احنا عايشين في منطقة الساحل والصحراء وأفريقيا عموما ما منطقة مستقرة، فأنت لو تعمل تنمية هتكون محتاج تحمي التنمية دي. فبالتالي موضوع الأمن اللي يشمل مثلا الشرطة، القوات المسلحة، الاستخبارات، لازم يكون هو جزء مهم من التنمية، جزء من التخطيط التنموي. الشغل ده بالذات بيحتاج برضو تعاون بين مكونات المجتمع. لو أخذنا مثلا المجتمع العسكري والمجتمع المدني بيحتاج تعاون. المشكلة حاليا عندنا في السودان التعاون ده ما موجود. واحدة من الأسباب اللي أنا ركزت فيها في الورقة إنه في مشكلة برضو ثقافية، دي ممكن تفاصيل أخش فيها بعدين هي، لكن هي بتتعلق إنه إحنا دائما نظرتنا للوظائف مظهر، يعني الوظيفة هي عبارة عن وضع اجتماعي، لكن هل هي مهنة بمسؤوليات وكده؟ دي دائما ما بناخدها في بالنا. طيب النقطة الرابعة، بدأت أخش في موضوع الدور بتاع القوات المسلحة نفسه. الدور قاسمه على جهتين، الجزء الأول للقوات المسلحة لنفسها والقوات المسلحة لغيرها. بالنسبة للقوات المسلحة بالنسبة للسودان عندنا مثلا موضوع دمج القوات. الورقة بتقترح إنه عملية الدمج ما تتم بسرعة، يعني زي ما بيحصل قبل كده في اتفاقات السلام القديمة، إنما يضع في الحسبان إنه في دماء سالت وفي حساسيات وفي عدم صيغة ومحتاجين زمن عشان نبني الصيغة. فالاقتراح إنه يتم على 3 مراحل في خلال فترة بتاعت جيل كامل من 20 ل 30 سنة، والتفاصيل ممكن برضو نجيها بعدين. النقطة الثانية برضو القوات المسلحة بالترقيات، مثلا إنه الترقيات تكون على أساس الكفاءة ليس على أساس الولاء السياسي أو العرق أو كده. ثاني، تنمية المقدرات تحت كل المنسوبين، بذات المقدرات التقنية، لأنه الآن التسليح متقدم تقنيا، والجندي عشان يقدر يعني يستفيد من السلاح للماكسيمم كل ما يكون مقدرته التقنية عالية بيكون أحسن. النقطة الثالثة هي عن برضو تمكين الجونيور أوفيسرز، إنه يديهم أكثر حريات أكثر في اتخاذ القرار. دائما الجيوش الناجحة بتعمل كده، القرار بكون يعني المبدأ بكون توب داون، بس بكون البوتوم يعني بتاع اللي هو بتاع البيراميد بيكون عنده دائما حرية أكثر في اتخاذ القرار. آخر شيء برضو بالنسبة لإدخال مبدأ الحرب غير المنظمة، لأنه المنطقة بتاعتنا
فيها الحرب الغير منظمة كثيرة وممكن تتسرب للسودان، هي أصلا موجودة في السودان لكن ممكن تتسرب من بره تبقى أسوأ. فأنت عشان تحمي التانية محتاج إنه الجيش بتاعك برضه يكون فيه جزء من العقيدة بتاعته حروب العصابات، يعني يكون في هناك أسلحة مخصصة لحروب العصابات. ده بالنسبة للجيش في نفسه. بالنسبة للعلاقة بالخارج بالقطاع المدني، الجيش عنده طبعا مصانع متقدمة جدا، فدي ممكن تستخدم أيضا في التدريب، يعني تدريب الطلاب تدريب الشباب. الجيش برضه ممكن يساعد في حكاية الستارت أبس، دي حاجة برضه مهمة بتساعد جدا في تنمية البلد وتنمية بالذات الصناعة. وبرضه الجيش ممكن يكون بذرة لبداية صناعات جديدة في السودان زي صناعة الطيران، يعني الجيش أصلا بدأ في الموضوع ده، ده ممكن يكون بذرة للموضوع صناعة الطيران. واحدة تانية مهمة هو مثلا صناعة السفن، دي برضه ممكن الجيش يبدأها. ده كده خلاصة كلامي وأنا هاجيف هنا، لكن بس ده أركز على نقطة معينة، إنه الكلام اللي قلته ده كله ما بينجح إلا في إطار ديمقراطي، يعني في إطار دكتاتوري ما بينجح على الإطلاق. فبقيف على هنا، بعد ذلك الناس إذا في مناقشات أو أسئلة ممكن نتكلم. شكرا جزيلا. شكرا لك جزيلا يا دكتور عثمان، والله إذا أنت فتحت الموضوع يعني من أهم المواضيع، هو موضوع الساعة الليلة. وأنا بس لتوضيح للمتابعين فينا، في ورقة بداها عثمان دكتور عثمان، والورقة دي إن شاء الله هنحاول نشوف لو إنها ترجمت، لأنه بتخدم برضو عشان نشاركوا فيها كل الناس بالإنجليزي. أنا قريتها وحنفتح لها مجال إنه الناس اللي انترس في الموضوع بتاع دور الجيش، لأنه ده أصل لب القضية. وبعدين حنسمع من الدكتور عبد الحميد والسجن الأخير ونشوف كيف الناس تيجي تتناقش الموضوع ده، يعني إنت أطرقت مواضيع يعني قضايا مهمة جدا جدا. شكرا لك يا دكتور. نحن نقوم نواصل، حنمشي برضو لجانب تاني برضو مهندس دكتور برضو ما شاء الله عليه. حيشاركنا الآن تهيلي من مانشستر من بريطانيا دكتور أمير خير، وخريج على الخرطوم وعنده ماجستير ودكتورة في إدارة المشاريع. وأنا مرة أشرت له لو ناس بيتابعوا اللايفات لما قال لي مشروع الجزيرة، وتواصل مشروع الجزيرة ده كمثال، ضربته كمثال إنه فعلا إحنا فرض نجيب الشخص السليم. قلت له مشروع الجزيرة ده ما تجيب له زول بيعرف زراعة، يا زول بيعرف يدير مشروع، لكن تاني في النص ما بينفع، مشروع ضخم جدا. فقمت ضربت بابي ساعة، قلت له ما عندنا ناس يعني انه خبرة في إدارة مشاريع معقدة جدا. أمير ده واحد منهم، دكتور أمير ده مدير في شركة ترجمناها بالعربي ستون هينج للمشاريع والاستثمارات المحدودة في المملكة البريطانية هنا في مانشستر. بزول عنده خبرة طويلة جدا، وتكلم كثير، ومن الناس مع داخل في جروبات كثيرة جدا، ويتكلموا مع الحكومة الانتقالية وكثير جدا في موضوع سد النهضة. يعني الموضوع ده من أساره بشدة وبأشياء علمية، وده فعلا يوريك أهمية الشيء العلمي. اتفضل يا دكتور أمير، أعمل أميوت، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. عليكم السلام، وتحية للحضور الجميل، وتحية لأهلنا على امتداد الوطن الحبيب. أنا الحقيقة عاوز أتكلم في موضوع السلام والتنمية المستدامة من خلال ثلاثة محاور سريعة نسبة لعامل الزمن، اللي هو تعريف للسلام، محور السلام والتنمية، ونتكلم عن بعض المؤشرات السلبية الموجودة حالياً والمؤشرات الإيجابية اللي إحنا نطمح لها إن شاء الله لحتى السودان ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أفضل. أنا بقول إنه السلام هو أساس للتنمية المستدامة، والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة هما يعني صنوان يسيروا بعضا مع بعض، فلا تنمية بدون استقرار. وإن كان إحنا ممكن نتكلم عن عدد من الفاكتورز أو العوامل المؤثرة في التنمية المستدامة، ولكن أنا بعتقد السلام والاستقرار يكتسب أهمية خاصة. ليه؟ لأن هناك كثير من العوامل، مثلا إذا إحنا بنتكلم عن الموارد من ناحية أرض، فإنت إذا ما عندك أرض ممكن تردم البحر. إحنا شفنا في الإمارات، في قطر، في اليابان، في مناطق كثيرة في العالم عندهم مشكلة، عندهم سكيرسيتي بتاعت لان ردموا البحر على أساس إنه ينشئوا مشاريع. إذا ما عندك كهرباء ممكن تبحث عن بدائل للكهرباء، ممكن تفتش عن سولار انرجي، ممكن تمشي في مجال الويند، وممكن تمشي في مجال إنتاج الكهرباء من المواد العضوية.
إذا ما عندك human capital، ما عندك عمالة، ممكن تستورد عمالة من الفلبين، من الهند. بمعنى إنه أنا النقطة اللي عاوز أوصلها إنه أي فاكتر، أي عامل من عوامل التنمية المستدامة أنت ممكن تلقى له حل، إلا السلام والاستقرار ما عندهم حل. يعني ما عندك سلام، ما عندك استقرار، ما عندك alternative. هذه النقطة اللي عاوز أسبدها. طيب إذا عاوزين نتكلم يا أخوانا عن توصيف الوضع الحالي، أنا بشوف إنه دي أنت واحدة من الأشياء المهمة جدا جدا، الأويرنس بأنه تعرف بالضبط إحنا الوضع، خطورة الوضع اللي إحنا فيه. السودان الآن يمر بمنعطف طرق، ولعل كثير من الناس، مش حتى ناس، بنتكلم عن منظمات دولية و كثير من العقلاء وصفوا الوضع السوداني إنه أخطر وضع يمر بالسودان منذ الاستقلال. طيب أنا هحاول أستشهد بشهادة ثلاثة من الشخصيات، أنا بعتبر كلامنا اللي قالوا ده كلام very credible وكلام مبني على خبرة وعلى حيثيات. الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء المستقيل، هو الشخصية كانت التنفيذية الأولى في السودان على مدى عامين ونصف. نختلف أو نتفق حول تقييم دكتور عبد الله حمدوك، هذا أمر آخر، ولكن الرجل كان على قمة الجهاز التنفيذي في السودان لمدة عامين ونصف. أيضا هناك وكيل وزارة الصحة المستقيل دكتور هيثم محمد إبراهيم، برضو واحد من الناس اللي أنا هستشهد بالكلام اللي قاله. والشخص الثالث اللي هو المهندس حسين بحري اللي هو رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني. أنا اخترت هذول الثلاثة. دكتور عبد الله حمدوك الشخصية التنفيذية الأولى في السودان، دكتور هيثم هو كان وكيل وزارة الصحة، شخصية على قمة الجهاز الإداري في السودان، والمهندس حسين بحري باعتباره شخصية تمثل التنمية والاستثمار والأعمال والبزنس وكذا. طيب الدكتور عبد الله حمدوك على مدى عامين ونصف كان هو الشخصية التنفيذية الأولى في الحكومة السودانية، وكلنا نعرف أنه قدم استقالته من حوالي أسبوع وعشرة أيام. دكتور عبد الله حمدوك، أنا حختطف بس من الاستقالة بتاعته الأشياء الريليتيد اللا علاقة بموضوع السلام والتنمية المستدامة. طيب وصف الحالة كالآتي، قال هناك انقسام مجتمعي وظهور لخطاب الكراهية اللي تكلمت عنه دكتورة أماني قبل، والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر وانسداد أفق الحوار بين الجميع. قال نعيش حالة أزمة سياسية تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. يا أخوانا التوصيف ده خطير جدا جدا، ده توصيف الرجل التنفيذي الأول في الدولة السودانية. قال نعيش حالة أزمة سياسية تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي طريقها لتصبح أزمة شاملة، وفي نقطة تانية قال تهدد بقاء الوطن إن لم يتم تداركها عاجلا. ده توصيف يا أخواننا يعني أخطر من كده ما في. طيب أنا حمشي للتانية، الشهادة التانية، شهادة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، رجل تكنوقراط، رجل كفاءة إدارية، طبيب، ليس بسياسي، جابوا وكيل وزارة الصحة السودانية للفترة بتاعت فترة بسيطة جدا، ولكن الرجل قدم استقالته، هو طبيب وبراكتسينج وعامل في وزارة الصحة. في خطاب الاستقالة بتاعته تحدث وأشار إشارات مهمة جدا، الإشارات دي قال لم يتشكل مجلس الوزراء ليسهم في حل القضايا التي تحتاج الدعم والمساندة. انت اللي لك وكيل لوزارة الصحة عندك مشاكل أعلى من الليفل بتاع وكيل وزارة الصحة، تحتاج لمنه؟ تحتاج للوزير، اللي هو الوزير هو الرابط بين الوزارة ومجلس الوزراء، وفي قضايا كثيرة جدا حتى الوزير ما بيقدر ياخد فيها ديسيجن، ما بياخد فيها قرار، بيرفعها لمجلس الوزراء. فشوف الرجل ده بيقول لك شنو، لم يتشكل مجلس الوزراء ليسهم في حل القضايا التي تحتاج الدعم والمساندة والقرارات السياسية العليا، ولم يتم عقد اجتماع واحد، وتعطلت الآليات لحل القضايا التي تحتاج إلى تدخل رئيس الوزراء. ثم تحدث عن ازدياد التوتر السياسي
وأثره على الصحة وشركائها والداعمين لها مع توقف التمويل. يا أخوانا هذه الصورة يعني الكالحة، هذه الصورة الخطيرة التي رسمها دكتور هيثم ما هي بس حكرة على وزارة الصحة، أو ما هي فقط يعني ليميتد على وزارة الصحة، نفس هذه الصورة تتكرر في وزارة التربية والتعليم اللي هي اللي مسؤولة من التربية والتعليم لأطفالنا اللي هم نصف الحاضر وكل المستقبل، ينطبق على كل الوزارات التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة. طيب الشهادة الثالثة هي من المهندس حسين بحري اللي هو رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني ورجل بيزنس مان معروف، يعني قال كوت، قال إن الأزمة الحالية في السودان، الأزمة الحالية في السودان كبيرة جدا، كلام بسيط جدا، مبينا إن بعض المستثمرين العرب يفكرون جديا في سحب استثماراتهم من السودان. المستثمرين العرب وغير العرب، حتى المستثمرين المحليين يا أخواننا، والكلام كلنا بنعرفه، المغتربين دلوقتي بفتشوا عن خيارات تانية غير السودان، حتى الناس حتى المواطنين، خلي المستثمرين يفتشوا عن خيارات تانية غير السودان. ليه؟ لأنه إحنا نمشي في حالة زي ما وصف الدكتور عبد الله حمدوك، ال- 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 الوضع بيحصل له تدهور تدريجي ليشمل كافة مناحي الحياة. طيب بالتالي إحنا بنتكلم عن مشهد سالب جدا في السودان، يمثل حالة من عدم الاستقرار، وبتتمثل في انعدام توافق، ما في أخواننا توافق سياسي ومجتمعي، إحنا كل زول زي ما نقول بيغرد لوحده، الأحزاب السياسية على مستوى القبائل على مستوى المناطق، هناك فراغ مؤسسي وغياب للسلطة التنفيذية. يعني السلطة التنفيذية يا أخواننا ما في بلد بتمشي من غير سلطة تنفيذية، زي ما قال دكتور هيثم، وكيل الوزارة هو في النهاية ممكن يعمل أشياء محددة، لكن في أشياء أعلى من الليفل بتاع وزير الصحة وكيل الوزارة. لذلك لا يمكن الاستغناء عن الدولة، ما في دولة تمشي من غير وزراء. في توتر مجتمعي في دارفور في شرق السودان، في إهمال للتنمية والإنتاج والاستثمار، لأن الدولة مشغولة بقضايا سياسية وقضايا أمنية وخلافات ومظاهرات وتعطل الحياة. هذه الحالة من عدم الاستقرار تؤدي إلى ركود شامل في السودان. المشهد السلبي ده على حالة السلام والاستقرار بيؤدي إلى تعطل التنمية، تعطل دورة الإنتاج والعمل، تأثير مباشر على مشاريع التنمية. يا أخواننا ما في مشاريع تنمية بتمشي في بلد زي السودان بالصورة زي دي. فيه هروب لرأس المال الوطني، المال الليلة ناس كثيرين جدا دارين يبيعوا بيوتهم في السودان ويمشوا تركيا، يمشوا مصر، يهاجروا، يمشوا الإمارات. المؤسسات المالية الدولية، المستثمرين كلهم يعني بخطوا كوشن مار كبير على السودان. السودان الليلة في الكريديت ريتنج اللي هو التقييم المالي للدولة السودانية، إحنا الإسكور بتاعنا 15 من 100، يعني زي أنت بتصحح لطالب في امتحان الدرجة بتاعته 15 من 100، يعني ما في أسوأ من كده. الكنتري ريسك، المؤشر بتاع المخاطر بالنسبة لنا إحنا كدولة يا أخوان، أنا حاضرب مثال بسيط جداً الليلة مكتب الخارجية البريطانية بيصدر نشرة دورية عن الدول، منها السودان، بيقول لك السودان ده مقسم منه لحتتين، في مناطق بيقول لك advice against all travel، يعني لأي سبب من الأسباب ما تمشي خالص، دارفور، جنوب كردوفان، النيل الأزرق، ما تمشي، إذا مشيت حياتك في خطر، خلي الاستثمار. بقية السودان المناطق دي مصنفة أحمر، red zone، يعني don't go there، ما تمشي. بقية السودان يا أخواننا أمبر، الأمبر اللي هو شنو؟ بمعنى إنه advice against all but essential travel، بمعنى إنه حتى بقية السودان العاصمة القومية الشمال، يعني باختصار ما تمشي السودان إلا عندك حاجة ضرورية جدا جدا. فيا أخواننا إذا ده بس للسفر،
معناتها لا في استثمار، لا في سياحة، لا في تعليم. لو جاء قالوا ليزول قال له والله يا أخي كده أمشي لنا السودان بس شوف لنا الوضع إيش نقول لهم يا أخوان هوي أنا ما كان عام من حياتي. لذلك أنا التوصيف ده بستصحبه وبتأمل إنه الطبقة السياسية اللي عندنا في السودان تستصحب هذا التصنيف عشان السلام والاستقرار يكون هم ذاتهم هدف في حد ذاتهم يا أخواننا. لابد السلام والاستقرار يكونوا هدف في حد ذاتهم عشان ننقل السودان من الحالة السلبية دي إلى حالة إيجابية. الحالة السلبية اللي هي في النهاية بتهدد حياة الشباب. إحنا إذا كنا نتكلم عن الشباب، الشباب بيتأثروا، هيدفعوا فاتورة الشيء اللي بيحصل ده لقدام، مش لقدام، من هسا. فلذلك أنا بطالب النخبة السياسيين المفكرين العقلاء في السودان ينتبهوا لهذا التوصيف الخطير لوضعنا. إحنا لابد أن نفكر في كيف ننقل السودان إلى نقلة إيجابية، نقلة إيجابية من ناحية الاستقرار. عاوزين عقد اجتماعي، عاوزين سلام وتوافق شعبي، عاوزين الأحزاب السياسية تدرك خطورة الوضع الحاصل في السودان ويصلوا إلى اتفاق ينهي حالة الاحتقان الحالية. المشكلة اللي عندنا يا أخواننا في السودان مشكلة سياسية. إحنا في البيت الواحد بتلقى واحد شيوعي وحزب أمة وأخو مسلم وجمهوري فليه لما القصة تبقى على إطار الوطن تنتقل إلى حرب وصراع مفتوح لا يدخر شيء. نحن بنحتاج لنظام سياسي مبني على تداول سلم للسلطة، وده ما أفتكر عليه اختلاف. نحن نحتاج إلى تعميق المشاركة الشعبية للأقاليم في إدارة المناطق، وإلى نظام سياسي تعلو فيه سلطة الدولة وهيبة القانون. بدون كده يا أخواننا الحديث عن التنمية المستدامة حيكون حديث يعني حديث لا معنى له ولا جدوى منه. وفي نفس الاتجاه ده إذا إحنا التزمنا بهذه الأشياء يمكن أن نحقق التنمية المستدامة. وهناك إجراءات أخرى لابد أيضا أن تتم. نحتاج إلى استراتيجية واضحة، الأستاذة ليلى ذكرتها، نحتاج إلى استراتيجية واضحة محددة للتنمية على المدى القريب، المدى المتوسط، المدى البعيد. نحتاج إلى قيادة سياسية. إحنا يا أخواننا السودان ده والله العظيم، ولعله برضو الأستاذ ليلى أكدت على الكلمة دي، إحنا عندنا أفضل الخبرات في السودان، وبروف علام ذكر الكلام ده، إحنا عندنا أفضل الخبرات الإدارية والعلمية والتقنية والسياسية والمفكرين، نقدم أفضل الناس ليقود البلد. نحن لابد أن نعلي قيم النشاط والعمل والإنتاج والإمباورمنت للشباب والمرأة. أنا أتفق مع الأخوات دكتورة شادية والأخوات اللي تكلموا في الأول، قطاع الشباب وقطاع المرأة هو قطاع مهم وفاعل في المجتمع. نحتاج إلى شراكات ذكية داخلية وخارجية. السودان ما شاء الله بلد فيه خير، عندنا أراضي، عندنا مياه، عندنا الإنسان السوداني العظيم. نحن نحتاج إلى شراكات تستفيد من هذه المقدرات وهذه الموارد الضخمة. أنا عاوز أختم بس لاحظت أحد الإخوة من الشباب، أفتكر حافظ أو حفيظ، قال يا أخواننا عاوزين رسالة للثوار. أنا بقول إن شاء الله إحنا موعودين والبلد فيها خير كثير يا أخواننا، لكن ما نحرق بلدنا بنفسنا. إحنا لابد نحافظ على السودان ده. إذا ممكن الناس تعلي وتعمل من أجل الاستقرار ده في حد ذاته هدف. إحنا ممكن نحل مشاكلنا، ممكن نحل خلافاتنا بعيد عن تعريض السودان وأمنه ومستقبله وحياة الناس ومستقبلهم بدون ما نعرضهم لمخاطر لا يعلم إلا الله. شكرا بروف علام، وشكرا للإخوة والأخوات المشاركين، وشكرا للمستمعين. شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا يا دكتور أمير. وبرضو قبل ما في التعريف ما أضفت إن أنت كنت مواصل وتمشي السودان وقاعد في السودان، برضو شكرا لك جزيلا والله. ده كلام. وبعدين الإشارات اللي أشرت لها دي فعلا يعني يا ريت زي ما قلت فعلا إن الناس تسمع الخطابات دي وتقرأ بتمعن، لأنه الوضع خطير جدا فعلا. شكرا لك جزيلا يا دكتور. طيب أنا داير انتقل للمحدث الرابع في السيشن ده،
ومتحدثنا الرابع ده من فنلندا نزار موسى، في ناس بيقول لي نزار عوض الكريم، نزار كل اللي هو يورينا الاسم الدائري، انا كل مره ناس يقول لي دي نزار موسى، ده نزار عوض، كلهم كل الاسماء دي حقتهم، بس قصه الاسماء الرباعيه دي عندنا ان احنا بنجي باسم وبيجي نلقى السير نيم هنا، انا احمد ذاته ما شفته. طيب نزار ده خريج مهندس قرا هندسه زراعيه جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومشى واشتغل عنده نشاطات واكتف جدا، زول ناشط جدا في حقوق الانسان وفي البيئه، ناشط في القضايا البيئيه، وقام اسس، هو كوفاوندر من المؤسسين او من الناس اللي شاركوا في تاسيس معهد التنميه المستدامه في فنلندا، وهو حاليا نائب الرئيس لهذا المعهد، ونشارك معنا نزار قبل كده وعنده مشاركات ونسمع منه الليله. تفضل يا نزار، اعمل ام ميوت وتداخل معنا من فنلندا. تفضل يا نزار. فنلندا هذا دوله يعني عندها على مستوى العالم فيها خبرات كبيره، من ضمنها النولج، الاقتصاد المبني على المعرفه، اكثر ناس كان نجحوا فيه. طبعا في شركه نوكيا والفنلنديين نجحوا نجاحات شديده يعني في انه يحققوا تنميه مستدامه. تفضل يا نزار. شكرا جزيلا بروفيسور، وشكرا لكل الحضور. حقيقه الكلام عن التنميه المستدامه في ظل الوضع بتاع السودان الان يعني صعب جدا انه يحصل يعني تنمية، والبلد في حالة بتاعت حروب ومشاكل، يعني الآن بتحصل انتهاكات للشعب السوداني واحتلال للسودان من قبل العسكر السودانيين يعني. فعشان كده نتكلم بس بنقاط مساعدة للتنمية المستدامة، لأنه السلام يعني جزء من التنمية المستدامة. عشان يحصل سلام في السودان لابد إنه تقيف الحروب، لابد إنه يعني تقيف التجارة الأسلحة الآن بتشتغل، يعني الآن إذا 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 عندك قروش تقدر تشتري سلاح، تقدر تواصل في حرب، دي إذا ما وقفت لا يمكن إن يكون في تنمية مستدامة. الوسط اللي بيستخدم الأسلحة وبيع الأسلحة وانتشارها الآن في السودان بصورة عامة، وبالتحديد في مناطق الصراعات، يعني أنا بركز على دارفور لأنه الجزء الآن داير فيه الصراع، فجزء كبير جدا من الشباب اللي هو دي الشريحة اللي هي ممكن تساعد في عجلة التنمية أو تساعد في استدامة التنمية، والتقارير اللي موجودة هسي يعني حتى في التقارير بتاعت حالة البيئة في السودان من فترة عملوه، يعني بتأكد لك إنه يعني 47.5 أو 0.6 من الأعمار بين 4 إلى 25، يعني نص السودانيين شباب، إضافة للنص الثاني طلع منهم الناس الآن فيت والناس الديسيبل، بتلقى إنه والجزء الأعظم شباب. طيب كيف إنه الشباب يساعد في عملية التنمية المستدامة وبالتحديد عملية السلام؟ لأن إذا ما اتحقق السلام، ما وقفت الحرب في دارفور، ما ممكن يكون في استدامة. ما وقفت الحرب يعني في أو الصراعات اللي في شرق السودان في جبال النوبة، ما ممكن إن يكون في استدامة، لأن الاستدامة بتبقى في كل المناطق السودانية، بتبقى بمشاركة بتاعت مجتمع مدني، مشاركة بتاعت الحكومة ذاتها أيا كانت يعني. فما بتبقى عشان نساعد الشباب في دورهم لبناء السلام، لابد إنه نوفر يعني نوفر أو نحسن أو نجود من التعليم، وخصوصا يعني الجامعات، نوفر إنترنت. الإنترنت وسيلة تساعد الشباب إنه يعني يعمل أبحاث علمية، يساعد في قضايا بتاع بيئة، في قضايا مهمة جدا. يعني الآن الناس بتتكلم عن
القضايا المزمنة للبيئة في مخلفات بتاعت كيميكالز من الحروبات اللي اتعملت في دارفور وفي في في في, في كردفان. عشان تتحل القضايا دي لابد ان يكون في بحث علمي في انترنت في جامعات في كليات موجودة في دارفور، دار لا تطوير، الجامعات السودانية، نرسل كده يعني. قبل الأستاذ أشارت إن رواندا بعتوا يعني الناس عشان يدرسوا الحوكمة يعني الأشياء دي هي اللي بتساعد في إنه يحصل تنمية. لأنه إذا ما إذا ما طورنا العلوم الإنسانية وما إذا ما طورنا الإنترنت، إذا ما طورنا الجامعات والتعليم العالي بطريقة يعني سريعة، ما ممكن أصلا يعني نوقف من عملية الحرب المستمرة. لأنه بيجي وعي إيجابية في إنترنت، الطلاب إيجابية بيمشي الجامعات، بيحصل وعي، بيحصل إنه يا أخوانا الحرب دي أخذت كثير قبل ما يعني قبل كل شيء، فبتقلل من خطورة الموقف أو الوضع الآن ماشي. غير كده ما نقدر نتكلم على إنه يكون في استدامة يعني أو نحقق بقية المعايير بتاعت التنمية المستدامة. ما ممكن أصلاً طلعت ما إنه في حرب، ما ممكن يكون في صحة مضبوطة، ما ممكن نقطع على فقر. أكيد بالحرب ذات المياه برضو هتتلوث أكيد. يعني نحن بنهتم كل المعايير ال 17 الجولز بتاعت السستينبل ديفلوبمنت، فضروري يعني يعني من الأولويات إن يا إخواننا نجود في الجامعات والتعليم العالي والأبحاث العلمية، نطور منها عشان نقدر نكسب جزء مهم جدا، لأنه تكملة للاستدامة بتاعت التنمية جزء منها بيجي من الخارج، يعني بيجي جزء منها شكل الدعم، شكل يعني انت بيتفتش يعني يجيك دعم من الخارج. يلا الخارج ده عشان يجيك اول حاجة صعب جدا، اذا انت ما عندك كونكشن ذات انت كيف تقدر تعمل بروبوزرات بتاعت انه يا اخواننا نحن عايزين استدامة مشروع فيه تنمية مستدامة مثلا بحقك كذا. إذا أنت ما عندك كونكشن ما حتقدر تجيب الناس ذاتهم عشان يجوا ذاتهم لازم يستخدموا الإنترنت عشان يحددوا المشروع اللي أنت كتبته له، وده مثلا بتاع إعادة بتاع التدوير، أي مشروع بتاع إعادة التدوير مثلا أنت هتعمله في دارفور، اللي بتكتب له البروبوزر عايز يعمل تشيك يستخدم الإنترنت، يستخدم إحداثيات، يعرف إن المشروع ده ناجح ما ناجح على أساس إنه مثلا يدعمك. فدي كلها ما بتجي معلم إن يكون في شباب واعي بيعرف إنه هو محتاج لشنو، وده ما بيجي إلا الشباب أو الشريحة بتاعت الشباب يكونوا متعلمين أو باحثين أو يعني بفتشوا لحياة أفضل. فالموضوع معقد إنه نقدر نتكلم هسي في ظل الحروب اللي موجودة في السودان يعني عن تنمية، فلأنه أصلاً إذا ما حصل إنه سلام تام واللي هو ده البند يمكن رقم 16، لكن هو أنا بعتبره الأول يعني قبل القضاء على الفقر ولا قبل الصحة وقبل التعليم، إنه يكون في سلام على أساس إنه نقدر نحسن من عملية الوعي. لأنه نحن الآن بقينا في مرحلة مهمة جدا، الآن نحن بقينا هسي كيف إنه مسؤولية فردية. مثلا أنا مسؤوليتي الفردية كأكتيفيست قبل كل شيء إنه يا أخواننا الآن في بيزنس قاعد يتم بتاع سلاح، الآن الشباب بيمشوا اليمن بيجوا بفلوس كثيرة، أول حاجة بتفكر إنه يكون عندك كلاش بزخيرة على أساس إنه تقدر تحمي نفسك وأهلك. الوضع بيجي خطير يعني، ما دي إذا بقى في مكان واحد هيعم السودان كله. فنحن كيف إنه
نستخدم الأساليب بتاعت الوعي على أساس إنه نقلل من الخطر اللي ممكن يحصل في المستقبل. الوضع بينذر لأنه السودان، أنا ما أدر يعني الناس تتشائم، لكن الموضوع خش فيه صراعات يعني دولية، وإذا أصلا يعني المنظومة بتاعت الصليب الأحمر يعني منظومة كبيرة إنه بتيجي تعمل ديل مع يعني شريك انتهك خصوصيات وحرمات وأشياء، فبتعمل معه اتفاق دولي، يعني الموضوع معناه ماشي 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 يعني لخطورة غير عادية. فلا إن يكون في وعي نقدر نحدثه بالتعليم، بالإنترنت، بالأبحاث العلمية، يبقى عندنا كونكشن، يعني احنا كناس برا السودان بالناس اللي جوا نقدر نزيد. ده ما بيبقى طبعا اذا بقى في انترنت مقطوع ما حنقدر نعمل كونكشن، ما حنقدر ندين فكرتنا يا اخواننا يا اخي انه اللي قاعد يحصل ده يعني صعب او بادي لواحد واثنين، او ما بنقدر نعكس ذاته الشيء اللي بيحصل يعني بطريقه مباشره. فده باختصار يعني أنا حقيقة الموضوع بتاع السلام والتنمية المستدامة موضوع كبير جدا ومربوط كله مع تمكين الـ الشباب ودور الشباب في إحداث التغيير يعني. وأنا ممكن الكلام كان في سلايد، لكن بتكلم هسه أنا من الموبايل اللي حصل إشكالية في اللي ناي في اللابتوب. ف في 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 أشياء كثيرة حتى أنا يعني بالنسبة للتمكين المرأة، أنا قبل كتبت رسالة إنه دولة فنلندا يعني دولة من أعظم الدول اللي بتحترم المرأة، والأيام الفاتت كنا في زيارة إنه نشوف الوضع بتاع الاتحاد الأوروبي والوضع اللي قاعد يحصل في السودان. اتجمعنا مجموعة من السودانيين عشان نمشي الخارجية الفنلندية، صادف إنه الجروب اللي أنا ماشي معه كله كان داكات، يعني كلهم نساء، هم أربعة ثلاثة نساء. فروحنا الخارجية الفنلندية برزنا هوياتنا على أساس إنه نأخذ البطاقة، اللي مرة اللي كانت موجودة في الريسبشن واحدة ست. بعد ما جلسنا اللي جات قابلتنا مساعدة الوزيرة الخارجية الفنلندية ست، فجلسنا في غرفة الموضوع كله بيجي الستات وضبط الأمور بطريقة كانت ما عادية. فالتحية لهم للمرأة وعندها يعني كفاءة في إنه تحدث تغيير إذا كان في فنلندا أو في السودان. وشكرا شكرا، الكلام كثير في الموضوع التنمية المستدامة، أنا عرجت منه جيت للمرأة لأنه يمكن ما ألقى فرصة تانية. شكرا لكم، ولو في أي أسئلة يعني مرحب بكم يعني. شكرا جزيلا يا نذار، شكرا لك. وحقيقة فنلندا فعلا واحدة من الدول اللي بقت ضربها المثل، رئيسة الوزراء صغيرة والكابينة كله نساء بتاعها، ونماذج المرأة برا في غيارتها للدولة ولمؤسسات الدولة بقى واضح يعني، بالذات في التعليم العالي. هسه الجامعات ثلاث أرباع سبيقة تقودها نساء، كثير جامعات كثيرة، أكسفورد أظن ولا كامبريدج النيون مديرة جديدة مرأة، وهكذا. طيب الأزيات كثيرة حقيقة، والموضوع ده فعلا لازم يتناقش أكثر، لكن بيمشي للسيشن الثاني فيه حاجات كثيرة، في كلام كثير وأزيات كثيرة السارد عن الاستراتيجية والتخطيط، ونحن عندنا دور خبير معانا وكان في التخطيط الاستراتيجي في الوزارة في السيشن الجاي. لكن ده نبدأ ببعض الأزيات السريعة بس عشان الزمن، يا ريت تدوني لها إجابات سريعة عشان نقدر ندي فرصة أكبر. قال لك تأثير الإعلام على الثورة والثوار، وقال لك في غياب تام للإعلام السوداني. انت بحكم انك يا استاذ ريلا كنت في التلفزيون والاذاعه، وكلنا طبعا متابعين الانهيار الحاصل في التلفزيون السوداني، فيعني قال لك الاعلام تاثيره على الثوره ما كان فعال، وفي واحدين بيقول لك انه معتمدين في كل حاجه على القنوات العربيه اللي هي قال لك معظمها من عندك من الامارات، طبعا بيكون قاصدين الحدث وكده. فقال لك يعني وين تاثير الاعلام على الثوره والثوار، و يعني انتوا كاعلاميين او مش انت بالتحديد، لكن الاعلاميين دي دورهم وين؟ ما أنت أستك من شوية بتكلم نزار بتكلم عن التوعية والتوعية وكلها بتكلمت عن كده.
التوعيه دي جزء من قنبله الاعلام، فانت رايك في الحته دي؟ هل الاعلام خلاص نسى موضوع دور شنو هسه في الثوره دي وحمايه الثوار وكل كل الاخبار اللي برا بناخذها من القنوات الخارجيه ما من السودان؟ ما في سوق قاعد يفتح على التلفزيون السوداني ذاته يعني، فالحاصل شو فيها ليلى؟ رايك شو في السؤال ده؟ لو فتحت لي الميوت من عندك سامع؟ طيب سامعني تفضل. طيب الاعلام ده ما هو يعني ممكن اكثر جهاز حساس في 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 اي دوله يعني، الاعلام ده هسه ما هو يعني سلاح العالم كله خلاص. انت عن طريق الاعلام ده ممكن يعني تدمر بلاد وممكن تحيي بلاد يعني. فنحن الصراحه فعلا دورنا كبير جدا وحساس جدا جدا، لكن للاسف الشديد يا بروف نحن اي حكومه تجي السودان يعني بتحول الاعلام للبرامج السياسيه يعني بيتحكموا فيه سياسيا، والاعلام ده هو يعني مجال بتاع يعني غير انه نقل معلومه وكذا واخبار يعني من معناه كذا في اللغه يقول لك اعلم بالشيء اخبر به، غير انه مجال اخبار وكذا هو مجال بتاع ابداع وبتاع فن. فانت لما يعني تسيسه معناه انت قيدته، معناه انت طلعته من الغرض بتاعه، معناه هو ما حيقدر يقدم لك الشيء المتاح يعني عنده او الحقيقه زي ما هي يعني. نحن بأمانة الآن نحن من مشكلاتنا الحقيقية إنه ما بننقل الخبر زي ما هو، ما بننقل الحقائق. نحن حتى الناس داخل السودان بيفتحوا قناة العربية، بيفتحوا الحرة، بيفتحوا الحدث عشان يشوفوا الحقيقة الحاصلة شنو، يعني حقيقياً حاصل شنو في السودان. نحن بنغيب الحقيقة في الإعلام، ودي رسالة من هنا في سؤال قبل كده طرغناه، أنا لازم طرغته وطرغوا ناس كثيرين. طيب هذا السنتين الفاتوا دي اليوم المفروض يكون عندنا حرية، وما في ما سمعنا لنا بإعلامي ولا صحفي سوداني سأل اليوم رئيس الوزراء ولا أي حد من الوزراء قال لهم وين المرأة؟ المرأة دي المنقيل بيتكلم عنها دي ما بكتب في الوثيقة، قالوا ده حيجيبوا 50% من 50%. ما في ليه الصحفي ما بيسألوا الأسئلة دي؟ ما سمعنا بهم، ما شفناهم. الحاصل شنو يعني المسكتهم منه؟ ما نحن أي نظام قلت لك بيجي حتى للأسف الشديد حتى الفترة الانتقالية هي ما حكومة شرعية للبلد، لكن للأسف بده سياسة الإعلام، بده سياسة الإعلام. يعني نحن في صور حقيقية كانت حاصلة في فض اعتصام وفي غيره وفي غيره، للأسف الشديد إحنا ما شفناه في القنوات الثانية. هل شفت لك قناة سودانية جابت المشكلات الحقيقية اللي حصلت في السودان؟ لا، ما قاعدين نحن. وبالمناسبة نحن من زمان نحن اشتغلنا في عهد الإنقاذ، أنا قبل يعني جيت أنا 2004 استقرت في الإمارات، لكن من وإحنا شغالين ما بيجيبوا الصورة السيئة للبلد، لا ما بيعكسوا الصور السيئة. عشان كده يا بروف أنت ممكن تسأل السؤال ده ومليون سؤال ما بتلقى حقيقة من الإعلام. لا، الآن الإعلام السوداني لأنه مسيس للأسف الشديد حتى الفترة الانتقالية بتجيب السيس الإعلام. فأنت لما تجي مسؤول وتسيس لي الإعلام حينقول لي الحاجة اللي أنت عايزني أنقولها، انت حديني انا كاعلامي انقول لك الحاجه اللي انت عايزها، لكن ما بتديني حريتي عشان انقل الحقيقه كما هي للمشاهد وللمتلقي. دي المشكله الكبيره اللي احنا بنلاقيها في الاعلام. عشان كده انا بقول من زمان بقول الاعلام ده المفروض يكون من المؤسسات المخصخصه، يعني يحصل له خصخصه كده. يعني عندنا شركات كثيره وعندنا رجال اعمال كثيرين جدا ممكن يشتروا القنوات دي السودانيه ويديروها هم. لما يكون الاعلام ده حر ممكن ينجح بشكل ما عادي يعني في البلد خلاص، لكن طالما هو تحت يد الحكومة وطالما هو مسيس مقيد أكيد ومكبل وما حيقدم لي أي خدمة أو ما حيعكس لي صورة حقيقية أبدا. طيب في سؤال أفكر فيه لأنه بعدين حازال كل الأربعة تخلصوا إنه بيقول لك هل نعمل شنو؟ فممكن بعد شوية ما رجع لك خلي الإجابة نعمل شنو. طيب ده وضعنا هسه ودي ظروفنا. طيب يا دكتور عثمان تنقساوي في أسئلة كثيرة صارت بيقول لك يا أخي يعني هل أنت بتشجع كده إنه الجيش كيف تفاهموا معه؟ بيقول لك دي الناس بيقتلوا الناس في الشارع. أنت كلامك ده جميل لأنه فعلا الجيش ده إمبراطورية كبيرة في البلد، لكن أنا دار أسألك سؤال هنا يمكن ذكر بطريقة غير مباشرة. فعلا الصناعات في السودان الحربيه دي نجحت، انت اسف بتقول الجيش ممكن يصنع ويخش في السفن وغيره وغيره.
كلامك ده كويس، ودكتور حمادو كان مره قال اكثر من 80% من اقتصادنا بيمشي مع شركات الجيش ما بتخش الدوله، وحاول وقالوا مره لما جه دكتور جبريل قال قدرنا نغنى على الجيش بانه تو كونتريبيوت للاقتصاد وكده. انت عمليا يا دكتور عثمان بتشوف انه ممكن الشركات الجيش لسه قاعده دي وقالوا ناجحه هي لانه بتمشي مع عرض الامارات بيبيعوا اسلحه وبيبيعوا حاجات يعني فيري اكسبنسيف، وفي افريقيا بيبيعوا يعني الجيش الشركات دي ناجحه حسب ما يقولوا، حتى في ناس بيقول لك لو ما كانت هي ناجحه ما كان اسرائيل زمان ضربت اليرموك، ما بالمنطق كده يعني اسرائيل تقوم من محلها تضرب لها مصنع معناتها عارفه انه بتتعامل فيه حاجات. فده السؤال اللي يا عثمان انت اوريدي الموضوع ده حنواصل فيه، كيف يقنعوا الجيش ده انه الفائده دعوم على الشعب؟ كيف يعني الجيش ده حيقول لك انت كنت نايم ممكن يصنع لحد السفن والجيش السودان في شركاته ناجحه فعلا، يقنعوا كيف انه يشارك في اقتصاد السودان؟ والله المشكله حسي اذا نظرنا لها من ناحيه الوضع الحالي عمليه الاغناء صعبه، لانه في البدايه احنا دايرين نظام ديمقراطي مدني عشان الامور تنجح. يعني الكلام الان قلته كله قائم على اساس انه يكون هناك في نظام ديمقراطي مدني، بدون ده ما حنقدر نحقق اي حاجه. بالنسبه للدور، اذا افترضنا جدلا انه اتحقق النظام الديمقراطي يعني الثوره الحاليه نجحت وحققنا ديمقراطيه، الناس ممكن تعمل ديل مع الجيش، لانه الجيش اصلا بدت هيكل في الفتره بتاعت البشير على عمليه التجنيب، يعني الاموال بتمشي برا وزاره الماليه، فممكن تعمل ديل على سنه الحكايه دي يتم يعني تنزيل على مراحل، يعني على خلينا نقول 10 سنين، بعد 10 سنين كل الأموال في السودان تكون تحت وزارة المالية، لكن في الفترة بتاعت 10 سنين ممكن نقول الناس يخلوا الجيش يعمل عملية التجنيب في مقابل إنه يعمل تدريب مثلا للطلاب في الجامعات، الخدمة المدنية الوطنية مثلا ممكن تتعمل خدمة وطنية طوعية، إنه الشباب اللي بيتخرج من الجامعات ممكن يجي يعمل خدمة وطنية في مصانع الجيش، في مقابل انه انت لما تتم لو عملت سنه يدوك خبره شهاده خبره السنه، اذا عملت سنتين خبره السنتين، عشان انه الواحد ما يقول ضيعت زمني، وتكون طوعيه عشان يجي بنفسه، ويكون برضو يحاول يستقطب الطلاب المميزين، يعني مش بس مفتوحه كده زي المميزين. ده بينفعك في حالات كثيره، واحد اما هو استمر معهم بعد ذاك، اما مرق وعمل شركته براه او دخل في القطاع الخاص، او حتى لو مرق برا السودان حيكون عنده شهادة بتاعت خبرة، مرتبه حيكون عالي، ممكن بعد ذاك يحول لك للسودان. لكن زي ما قلت لك في النهاية ده أساس بتاعه لازم يكون في نظام ديمقراطي، لأنه الموضوع ده لازم يكون كمان يكون فيه شيء من المحاسبة. يعني أنت بتقول له أوكي أنا حامل معك اتفاقية 10 سنين، بعد 10 سنين لازم كل شيء يكون تحت وزارة المالية، ده معناه المفروض يكون في صيغة وفي سيادة بتاعت قانون، بدون كده ما حتنفع. كلام كويس يا عثمان، ممكن ده حيمشي كويس جدا للسيشن الجاي، لانه ده الكلام اللي بيقولونه الدكتور عبد الحميد وكده فعلا، من غير تحل مشكله القانون دي ما عاد. طيب يا دكتور امير، انا ما عاد اقرا لك السؤال ده لانه دايرك ليك، لكن يمكن هو صح موجه لك، قال لك لكن يا دكتور امير انا بس حاقرا لك، ما اقدر اخصصه عشان يكون بس سبيسيفيك ليك، لكن اسئله كثيره بتدور في نفس القصه، ما عنك انت بالتحديد لكن كلنا. قال لك الثوار محافظين على السودان، دي جملة مهمة جدا، انت ما قلت الحق السودان والسودان بيقول لك انه محافظين على الثوار، ولكن للأسف يا دكتور أمير لم تشير ولا بكلمة واحدة على العسكر الذين حطموا البلاد وحطموا آمال الشباب. لم يختلف كلامك عن السياسيين الذين وصفتهم يجب انتبهوا لخطورة الموقف، انت قلت السياسيين الناس انتبه لخطورة الموقف والحالة السيئة التي يمر بها في، يعني الصراحة قلت لك دايرك لي سؤال عليك يا أمير، لكن من التعليقات الكثيرة جدا كلها بتلف في نفس القصة، إن المشكلة دي كلها عند مشكلة العسكر، تنمية ما في العساكر ديل هم العمل وهم العمل والعمل، فما أنت ممكن ترد عليها مش لي ده بالتحديد يعني دايرك لي، لكن بيقول لك إنه البلد محافظين على الثوار، وده طبعا شيء جميل لكن كمان مؤسف إنه نحن ما قادرين، يعني نحن دورنا وين؟ دايرين نساعد الثوار ديل، ما ممكن يقدموا في الشهداء كل يوم ونسمع ونشوف الصور. ونمرة اثنين، كيف نحافظ عليها؟ يمكن يعني السؤال تنزل عليها بطريقة ثانية، حافظوا عليها كيف؟ انت قلت حتضيع، وهي حتضيع فعلا لو ما حصلناها. ونمرة اثنين بيقول لك ما كلكم قال، يعني مش انت بالتحديد، لكن ما في شيء يقول سأل ذكر الموضوع على انه العساكر سبب المشكلة دي كلها. اتفضل يا دكتور امير. اعمل ام ميوت يا امير.
شكرا بروف علام. أنا طبعا لما وصفت الوضع استعنت بشهادات وشهادات very credible، يعني شهادات لها وزنها. الدكتور عبد الله حمدوك قلت الناس يختلفوا أو يتفقوا معاه وجهده وعمل شنو وعمل شنو تقييم، ولكن رجل ظل على قمة الجهاز التنفيذي في السودان ووصف الوصف بهذه الخطورة. ذكرت برضو وكيل وزارة الصحة وقلت نفس الأمر ينطبق على كل الأجهزة المدنية في السودان، كل الوزارات اللي المسؤولة من أشياء تهم حياة المواطن. تحدثت عن شخصية من رجال الأعمال، مهندس حسين بحري رجل أعمال معروف، تحدث عنا من منطلق يتعلق بالاستثمار والأعمال، تحدثت عن التريدينج إيكونوميكس اللي هم ناس متخصصين في مجال الكريديت ريتينج اللي هو التقييم المالي للدول، تحدثت عن تقييم الخارجية البريطانية للكنتري ريسك، يعني أديتك زي ما بقوله أديت تحدثت من منطلق وايد سبيكترم بتاع فيو، بتحدث عن تقييم الوضع في السودان. الوضع في السودان وضع خطير. إحنا أنا زي ما قلت إحنا في البيت الواحد بنختلف بنتفق، يكون في شيوعي في 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 إسلامي في من الحزب الآخر يعني، ولكن الأشياء بتحل في إطار البيت بدون ما نوصل الخلاف إلى هذه المرحلة المتأخرة. الوضع الحالي بالتوصيف الحالي بإجماع كل الناس، بإجماع كل المنظمات، بإجماع كل العقلاء، التقييم الأمين، الوضع خطير. الوضع ده يهدد حياتنا إحنا كسودانيين، ما بيهدد الجيش لوحده ولا الشباب لوحده. إذا السفينة غرقت بتغرق بينا إحنا وبين كلنا. أنا ما داير I'm not in a position زي ما بقوله to accuse إنه نتهم فلان، إحنا كلنا مسؤولين عن الحاصل في السودان ده، كلنا مسؤولين. صحيح في أطراف تتحمل مسؤولية أكثر من غيرها، ولكن إحنا ما بصدد الاتهام، إحنا بصدد ضمان إنه البلد ما يحصل تدهور أكثر من كده، وضمان إنه نعود إلى نقطة بحيث إنه نحافظ على المكتسبات بتاعت البلد ونحل مشاكلنا في نفس الوقت. شكرا يا أبو روف. كلام كويس يا دكتور، شكرا لك يا دكتور. طيب يا نزار، يا ممكن تجاوبين على السؤال ده وبعدين أمشي للباقيين سريع. هل ممكن يرتفع الساسة إلى مستوى المزولية ويتجرد من المصالح الشخصية؟ هل ممكن يكون عندهم إرادة قوية للنهوض بالبلد؟ يعني ده سؤال شايفه سؤال جميل، لأنه فعلا دي المشكلة. ما هي المشكلة كلها بقت ساسة كان من المدنيين ولا العساكر؟ هل ممكن يرتفعوا إلى مستوى المزولية من خبرتك، وانت زول ناشط سياسي وناشط في حقوق الإنسان، من خبرتك تشوف انت قبل ضربت لنا مثال بفنلندا وقلت كلهم النساء، يعني ارتفعوا للمزولية وقدروا يجيبوا نساء يقودوا البلد. هل بتفتكر في السودان ممكن الساسة دي يرتفعوا للمزولية؟ بتشوف ممكن؟ ما هو دي مشكلتنا الرئيسية هسه، انهم يتحملوا مزوليتهم زي ما قال دكتور امير. فانت بتشوف هل في امكانيه انه يرتفعوا للساسة للمزولية ويتحملوا مزوليتهم تجاه البلد ده، ويكون عندهم اراده قويه للنهوض بالبلد؟ اعمل ام ميوت يا دكتور. أول حاجة قبل عشان أجاوب السؤال ده، أنا قاعد يجيني برضو في الخاص كتير إنه نحن نظرتنا شنو للوضع، لأن الوضع الآن في ثورة، الآن الناس بتجهز لمليونية يوم 9، فأنتوا شنو بتتكلموا لنا عن الشيء ممكن يحصل وممكن ما يحصل يعني؟ أو أن إحنا برضو قاعد يقول إنه ما قاعد نجيب سيرة الجيش. فنحن أول الحلول عشان الحياة تمشي مظبوطة لازم يسقط الجيش أول حاجة، زي ما قال دكتور لازم يكون في حكم ديمقراطي، أساس إنه كل الخطط والاستراتيجيات ونحن ذاتنا عندنا رؤيتنا نجم نقول إخواننا نتمنى إنه السودان يكون هكذا، بندي الداتا اللي عندنا. بس هسي الآن الحصة وطن ما حصة إنه نتكلم عشان إنه توقعاتنا مثلا ل 20 30 السودان بيبقى كيف يعني. انا عندي داتا بقول انه
2030 عدد الكثافة السكانية راح يكون 60 مليون نسمة. يعني الآن في تزايد، بس ده ما وقته الآن عشان نتكلم، لأنه ده برضو سبب من تأجج الصراع، لأنه الناس بتتفتش عن موارد، تفتش عن أي زول. زمان كان واحد هسه بيجي عنده أولاد داري يشوف حق أولاده، يشوف الحكورة بتاعته، يشوف بيته، بس زمان كان براه، ممكن ما يكون في صراع. ده عنده علاقة برضو بتزايد الصراع في الوضع الماشي الآن. فبنقول لكل الناس اللي بيقولوا إنه رؤيتنا نحن إنه يا أخي الجيش ده يسقط أول بأول، وإنه الجيش إذا ما سقط في أسرع وقت نحن حياتنا مهددة بإنه نكون تحت الوصاية الدولية، وده ما بنقدر نعمل. لا نحن لا أنت في السودان بتقدروا تعملوا حاجة، الوضع بيختلف أكتر. أما بخصوص الساسة، أعتقد إنه الموضوع ما أظن إنه يطلع من جلبابهم، لأنه الوضع في السياسة ما قاعد يعني بيجي بفكر ومنهجية. يعني الشخص اللي موجود أول الأحزاب القوم لقينا من أن إحنا كنا أطفال لحد اليوم موجودة، ما في جديد. فمن إذا أصلا كان في يعني أي نوع من الـ التطور في الفكر، أو إذا بس في شباب حاليا منتمين لأحزاب مخدين فرصة أو مترئيسين الأحزاب دي الآن، كان الوضع غير كده. فلأنه استير الأحزاب قاعدة في نفس الوضع الكلاسيكي وبنفس الفهم، ما راح تتغير، والوضع يظل زي ما هي، ما لم إنه يكون في قيادة بتاعت الشباب. والقيادة بتبقى شكل التغيير فيها ملفت إذا بقى قيادة شبابية نسائية. يعني أنا بأكد تماما وبعتقد جازم ومؤمن بإنه المرأة أو الشابة السودانية الكنداكة لها القطح المعلف إنه ترفع السودان عالي في أبعد الأعماق. طيب شكرا يا نزار. بس نختم السيشن ده سريع، لأنه فعلا بقينا احنا تقريبا ساعة متأخرين. يا سريع كلكم الأربعة، بس الدنيا جابة سريعة. ده الوضع عسى في السودان. دائما احنا من أي نحل في البوليسي بنقول والله ده الوضع عسى. عندنا يعني عربات جيش بتخش بتقتل في الناس، بتدوسهم بتدعسهم، ما في سلام، ما في أمان في السودان. هسه رأيتنا بنتكلم الليلة دي ما في سلام لا أمان. والأمان ده هو غير أنه شيء أساسي، أنت قبل قلت يا نزار واحد من ال 17 أنت بتعتبره نمبر 1 كمان. وقبل الليلة تكلمت عن كلام جميل اللي أنا حتى بس اللفظ ده أتمنى الناس تكون منتبهة اليوم، قالت يكون في استشراق للمستقبل. ده كلام يعني في العلم يتطور شديد. الفورسايد ده الأماراتيين شغالين به، وزمان قالوا نخطط لـ 2050، نحن سبحان الله 2030 ذاته ما عشماني فيها. فسريع جدا يا ليلى ويا عثمان ويا أمير ويا نزار، أسه ده وضعنا. الناس دي بتسمع فيكم دي كلها بيقول لنا أنتوا خبرة وربنا فتح عليكم وقاعدين برا، ورونا أسه الحل شنو يا جماعة. طبعا الحل ما عندك كنتوا في يدكم، واستشهد الجاحة كفوا نقاشات كثيرة، لكن تقدر تقولوا شنو كلمة أخيرة. يعني مثلا عثمان بيزرب بيقول لك لحد جبتين يا أخي، البلد جعانة وفقرانة والشركات حقت الجيش عندها القروش كلها، يعني ممكن تنغزنا. أنت يا ليلى بقول لك، فمثلا أسهل اقتراح منكم بس كل ذول براو، الحل شنو يا جماعة؟ الوضع الحسة متفاقم في السودان ده، ما في تنمية ولا في ذول بيقدر يسمع تنمية. تقول شنو بس في خط بتاع دقيقة يا ليلى سريع. الحتة بتاعت الروح السلبية دي أنا ما أحبها أبدا. طيب لازم نحن الآن محتاجين لروح إيجابية، محتاجين نبث في بعض روح إيجابية ونتخلص من السلبية. الآن في يعني روح بتاع إحباط كده سائدة في المكان. صح الوضع يعني ما بيسر الآن، إحنا وضعنا ما مسر يعني بالنسبة لنا، لكن إن شاء الله كل الأوضاع هتتصلح وهتترتب. الفترة الانتقالية دي عمرها ما كانت هي حاسمة لمستقبل دولة أصلاً. الفترة الانتقالية بتاعت الثلاث سنة، والحمد لله مضى ثلاثة أرباعة، ما فضل إلا الجزء اليسير منها، وإن شاء الله حتمضي وحتجي حكومة منتخبة بإذن الله تعالى، والأمور كلها حتهدأ. أنا أتمنى إنه الشباب يتحلوا بشيء
من الشغل طبعا ما يعني شيء معروف يعني روحهم كده ثائرة ودمهم حامي يعني هم عايزين الأشياء كلها تترتب بسرعة، لكن نتحلى بروح إن شاء الله الإيجابية وكل شيء حيترتب. وإن شاء الله أنا ضربت مثل برواندا وبدول كثيرة جدا، والصومال كان جنبنا يعني أقرب مثال، الآن ما شاء الله اقتصاده مزدهر جدا. نحن إن شاء الله حنكون أفضل منهم كلهم، ونحن ممكن نكون لأن قلب إفريقيا إن شاء الله حنكون أحسن دولة في على مستوى إفريقيا كلها، وحنكون رابط إن شاء الله، حنكون طريق الحرير اللي بيربط غرب إفريقيا دي. أنا مصرة عليها، وإن شاء الله تتح لي فرص ثانية ونتكلم في الموضوع ده ونطرق عليه لغاية ما يتنفذ. أنا بقول إنه عندنا أشياء لازم نتحلى بيها، نتقبل الآخر عشان إحنا نطلع من النقطة السيئة اللي إحنا فيها دي، نتقبل الآخر، نتحلى بالروح الوطنية، نخط الوطن ده قدامنا كويس؟ طيب يا أستاذ ليلى، بس كلمة أخيرة بس يا 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 لا لا والله جميل جدا إجابتك دي. أنا مرة حاضر في جلوبال يوث فورا ما بعرف في هولندا، جابوا 2000 كان في ناس ما بعرف بالجيد وديل، جابوا شاب ولد من رواندا لذات ذكرتها أكثر من مرة دي، وده قال ليك أبوه قتله ورموا له الكلاب قدامه، الكلاب كده أكلت أبوه قدامه، حتى جابوه يتكلم بلسانه بنفسه، قال أبوه قطعه ورموا له الكلاب قدامه، شوف الغهر ده يعني. وبعد ده قال ليك جاء وقام عفا ده الولد ده ذاته، جابوه قاموا كربوه، كان في هولندا بتذكر في الليلة. تفتكري أنا ما عايزنا بس أنا الزمن لأنه ضايقنا، تفتكري بيجي يوم نصل مراحل بتاع عفو يعني مع بعض نحن نسامح للدرجة دي؟ ناس معقول في يكون في سمو بالدرجة دي برأيك؟ بس جابت سريعة يا ليلى. والله والله يا بروف لو يطبق القانون، أنا زي ما قلت لك يعني من أساسيات العدل والمساواة في البلد المفروض يطبق القانون. بعد ذاك أنت أنا كتلت لك زولك ليك الحق تعفي من عفا وأصلح فأجل الولد ده عفا، الولد اللي قطع ودول الكلب قدامه جاء عفا بعد ذاك. والله من عفا وأصلح فأجره على الله. وبعدين العفو ده ذاته في الدنيا كده بيسهر لنا في أشياء كثيرة جدا، بيسهر لنا طرق كثيرة جدا إحنا محتاجين لها. في حتة مهمة يا بروف عشان إنت حتمشي للسكشن اللي بعدنا، أنا دايرة أقول الناس القبيل انتقدوا فكرة إنه خريج واشتغل في ترحال وفي غيره، الشغل ما عيب. إنت ممكن تكون دكتور ما لاقي وظيفتك تشتغل، لكن أنا بتكلم العيب فينا نحن كحكومة وكسياسة، نحن ما قادرين نوفر للمهندس مجاله وما قادرين نوفر للدكتور مجاله، في حينين ممكن نمشي بريطانيا ابدع، نمشي الخليج ابدع، لكن عندي في السودان يشتغل له شغل أنا محتاج له فعلا، أنا محتاج له دكتور، محتاج له مهندس مدني معماري غيره، لكن أنا ما قادر أوفر له. ده هنا ده للأسف هنا يعني أنا بتأسف جدا، لأنه إنسان خريج إنسان كواليفايد زي ما بتقولوا أنتوا، يعني أنا عايز أوفر له مجال عشان يبدع فيه. للأسف الشديد كفاءات وخبرات ما مجاله، ما مجالهم ده قصدي أنا، لكن لا لا لا, لا, لا أنا بس صلحت كلامك عشان أفهم لك كويس. شكرا لك جزيلا يا أستاذ ليلى. يا حسن يا سوري يا دكتور عثمان تنقساوي، أنا بس حاسألك السؤال بطريقة تانية عشان الزمن، تقدر توجه رسالة هسه ممكن هسه ديل الناس اللي بيردوا علينا ديل ما بعرفوا، لكن غالبا يكونوا مدنيين ديل ما جيش، لكن تخيل هسه ناس الجيش بيحضروا فينا ويقوم يقول لك زي الكلام اللي بنسمعه طوال، يقول لك يا اخي ديل قاعدين برا وحالمين وما عندهم مشاكل وغيره وغيره، الاتهام اللي بيجينا طوال ده هسه ترى فرضنا غيانات الجيش، بيقول لك يا اخي كلامك ده بتفتح لنا مساكن نقوم نشيل الشركات دي ونكبها في الاقتصاد السوداني ما اللي بيجينا حيجيله كده، تقدر توجه رساله يعني تقنعهم كيف؟ يعني هسه انت قلت 10 سنين ويتكلموا معاه وخدتوا معاه الاتفاقيه، لكن تقنع زول هسه حاليا بشيل 80%، انت بتقول له لا شيل 80% دي قسمها على ال 40 مليون، تفتكر بتقدر تقنعهم كيف يا عثمان؟ لو بتقدر يعني المنطقه شنو في اللي يقنع؟ لا انا ما قلت انه ياخذوا القروش عشان يقسموها، لكن القروش ممكن الناس تستفيد، مش القروش يعني المصانع بتاعهم دي مثلا، انا قلت ممكن تستفيدوا منها في التدريب، انا تخليها حتى احسن من القروش. يعني عادة القروش اللي بتيجي سهلة دي دائما في الدول العالم الثالث بتضيع ساي، فأحسن حاجة تكون في شكل خبرات ومعرفة تتنقل مثلا في من خلال تدريب أو تشجيع لشركات مثلا ستارتابس، ستارتاب بشغل الناس وفي نفس الوقت الغواد بسلاح تستفيد منه والمواطن بيستفيد منه. ده لكن زي ما قلت لك بيتطلب إطار ديمقراطي، يعني ما أعرف الوضع الحالي صعب. الشيء اللي بقدر أقوله حسن الناس إنه الناس تنقسم قسمين، حاليا في ناس شغالين على الأرض بيحاولوا يستعيدوا الوضع الديمقراطي، في ناس ثانيين مفروض كمان يجهزوا
استراتيجية لفترة التحول، يعني الناس تكون جاهزة لفترة التحول، ما شنو يحصل التحول وبعدك الناس تتحير. فبتخلي على الأقل من جهتنا أن إحنا نستخدم خبراتنا نحاول نجهز استراتيجية بالتعاون مع الناس الموجودين داخل السودان. تمام، شكرا لك جزيلا يا دكتور عثمان. طيب دكتور بخيت النقر، أنت كنت رافع يدك عشان قبل ما نقفل بالاثنين الآخرين. دكتور بخيت النقر، دكتور بخيت النقر، طيب دكتور أمير ونزار، يلا دونا آخر كونكلوجن من عندكم. ده الوضع الليلة، ده الوضع اللي احنا فيه، وتنمية كيف، وزي ما كبير واحد برضو معلق ولا واحدة معلقة الليلة، قال لها يا أخي نربط سك حديد وطرق مع الجيران، احنا في جوا السودان ما عندنا طرق، يعني في تعليق كثيرة زي دي والله أنا ما ذكرتها لكم. هيا دكتور أمير، نصيحة أخيرة أو كلمة أخيرة يعني قبل ما ننتهي من السيشن ده. ده الوضع حتى شفتوا براكش السودان وصلت على قلت بين، هل حل شنو؟ عمل أم ميوت يا دكتور. عمل أم ميوت، شكرا جزيلا يا بروف، شكرا جزيلا. أنا بروف بركز على إنه إحنا لابد أن نفهم الوضع بالضبط الحاصل في السودان، الماجنيتيود بتاعت البروبلم اللي احنا فيها من ناحية التأثير على السلام والأمن الاجتماعي والأمن القومي للسودان. أنا بركز على أنه لا بد أن نستوعب حجم المشكلة، لأنه ده بناء على هذا الفهم احنا بنحدد آليات المعالجة وأسلوب المعالجة. العنف لن يولد إلا عنف، المواجهات لن تخلق إلا مزيد من التردي في الأوضاع. إحنا محتاجين لعقد اجتماعي، محتاجين لسلام، محتاجين لاتفاق سياسي بين الأحزاب السياسية. ليه الاتفاق السياسي صعب؟ لماذا الاتفاق السياسي صعب؟ هل صعب إنه الأحزاب السياسية تجلس، المدنيين يجلسوا مع بعض ويتفقوا ويختاروا شخصية قومية كفاءة يقولوا ده رئيس ليه هذا الحل أصبح صعباً في السودان؟ ده سؤال بيطرح نفسه. إحنا نحتاج لعقد اجتماعي، نحتاج لسلام، نحتاج لتوافق، لحوار، نحتاج لأنه نركز على سيادة الدستور وحكم القانون. الدمج الممكن يحصل في السودان، إحنا الأمور تصير من سيء إلى أسوأ. وزي ما قال دكتور عبد الله حمدو، المشاكل يعني بتزداد وتتوسع وتشمل. بدأت مشكلة سياسية، الآن آثارها الاقتصادية بدوا يشعروا بها الناس، بعد شوية بتتحول تصير اجتماعية، يعني كل مرة كرة الثلج بتتدحرج وتكبر. فإحنا we need to contain المشكلة دي، نصل إلى حلول عقلانية تقوم على الحوار، تقوم على قبول الرأي والرأي الآخر، تقوم على حلول سلمية، الحلول العنيفة، الحلول التي تقوم على الإخصاء. المواجهات لن تخلق سلام، يعني زي ما يقولوا من يزرع الشوك لن يحصد العنب. شكرا لك جزيلا يا دكتور، والله جملة جميلة يا أخي. ندي فرصة يا دكتور بخيت النقر، إن شاء الله ما نبقيتك المرة دي من السعودية. دكتور بخيت النقر، نديك فرصة أنت كأكاديمي وأعمل أم ميوت يا دكتور، لكن دكتور بخيت النقر بس تعريفه للناس اللي ما بتعرفه، هو من الناس اللي قايمين بمبادرة ضخمة جدا على الباحثين والدكاترة السودانيين في إنه يرجعوا ويساعدوا جامعاته في السودان. فالمبادرة دي هنا من زمان شغالة. أعمل أم ميوت يا دكتور بخيت النقر، اعمل ام ميوت يا دكتور. طيب عمار زكي، لو قادر تسمعنا يا عمار، انا ما اعرفك في السودان ولا وين هسه، لكن تسمعنا يا عمار؟ عمار زكي، ايوه اتفضل يا عمار، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. دار من وين يا عمار؟ من السودان. اي من السودان والله يا اي. كنت في جيت مشيت من عمان رحت السودان صح؟ رجعت من عمان، رجعت طيب السودان. هاي ورينا يلا، ها رايت زول جاي من برا دياسبورا زينا ورجعت كده، ورينا الحاله. انا فعلا يعني اسيلي شهر تقريبا مما رجعت من السلطنه، ولي شهر في السودان، وسعيده والحاجه ورحب بكل الحضور، واتمنى اليوم يعني النجاح في المبادرات اللي بيعملوها دي كلها. لكن في حاجه واحده بس انا يعني لانه الوقت ضيق عايز اقولها، في انه صورة اختلفت 180 درجة. أنا كنت قاعد برا فترة فاتت دي كلها، تتذكر يا بروف كنا نتكلم ونستعرض في الحلول والمبادرات وفي المبادرة بتاعت أساس الجامعات وكده،
وكان الواحد يعني شاعر بأمل في إمكانية التغيير، إنه في ثورة في السودان حصلت بالرغم من المشاكل اللي فيها وكذا. لكن حقيقة أنا داير أقول إنه لما رجعت السودان الصورة اتقلبت في ذهني 180 درجة أصلاً. يعني كل التصورات اللي كانت عندي برا زي وزي باقي الناس البرا ما كان في الواقع ما عندها أي صلة بالكلام اللي كنا يعني حاسين إنه إحنا برا. أول ما جيت دخلت السودان في خلال الشهر ده حقيقة أنا قبل آخر مرة جيت السودان قبل الثورة، والآن رجعت السودان بعد الثورة بعد سنتين ولا كده. الحاصل إنه باختصار شديد لو عايز أختصر لك الكلام، الثورة وجهضت بمعنى الكلمة، والآن نحن في عهد بتاع إنقاذ أسوأ من الإنقاذ، إنقاذ اثنين. والحراك الحاصل في الشارع ده كله لأنه عبارة عن حراك ما 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 تحت قيادة بتؤدي زي الحراك اللي بدأ في 18 وانتهى باعتصام القيادة وكده. لكن ده الحراك الآن الحاصل الآن ده هو حراك برغم ضخامته وكل حاجة، لكن ما في إحساس. يعني ده إحساس الناس الجوع على كل حال. يمكن أنتوا برا حاسين بصورة مختلفة، شايفين المظاهرات والشوارع والبتاع وكده، وإنه في أمل إنه يحصل تغيير. الحاصل إنه ما هيحصل تغيير. الحاصل إنه السلطة الحاكمة الآن الموجودة واللي هي أسوأ من الإنغاز حتظل حاكمة وحتفرض رأيها بالقوة. شفت شنو؟ وما حيحصل يعني الآمال اللي كنا خاتينها برا بعد الثورة دي يمكن حتحصل بعد فترة، ما هسي. حسي اللي حيحصل إنه الثورة وجهضت بمعنى الكلمة، وما في أي أمل لإنها تحقق أي من أهدافها. والسبب ما العساكر، يعني ده مع الأسف الشديد السبب ما العساكر، السبب هو الجناح المدني. يعني الجناح المدني هو اللي هو اللي أدى إلى هذا الوضع المزري، هو التخاذل وعدم العمل الجاد لإنجاح الثورة من قبل المدنيين. والعساكر ده أصلا ما عندهم مقدرة في إنهم يستمروا في حكم السودان، لكن المسألة بالنسبة لهم باختصار شديد جدا جدا مصالح على استعداد لأن يدافعوا عنها بكل ما يملكوا من قوة. وحقيقة الكلام اللي الناس بيقولوا فيه إنه الموارد تحت الدولة كلها موجودة عند القطاع العسكري دي حقيقة. وحقيقة هذا القطاع إذا تمت السيطرة على الموارد تحت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كفيلة بأنها تحل 50% من المشكلة الاقتصادية في السودان. لكن الحاصل إنه القوة الآن كلها فيما عدا قوة الشارع، يعني أنا ما أقدر أستهون لك بقوة الشارع، أي صحيح قوة الشارع ضخمة جدا والمظاهرات في المدن وكذا والمليونيات وأي حاجة، لكن الثورات بطبيعتها ما في ثورة بتمشي شوارع ومظاهرات ومليونيات وما في قيادة إطار شغالين فيه يعني حاضنة تقودهم وما في سند عسكري. يعني أي ثورة في السودان حصلت ولا في أي حتة في العالم في النهاية لابد أن يحصل لها باك اب بتاع انحياز عسكري بمعنى الكلمة، يعني عشان ما تحصل الحركة بتاع الانقلاب. يا دكتور والله كلامك جميل وكويس إن أنت قلته، وكلهم قاعدين هنا بيسمعوا فيك ناس السجن اللي بعده، دكتور عبد الحميد، دكتور أمير وعزيز، كلهم قاعدين. نحن نخلي التعليق عليه في السيشن الجاي لأنه ده حيتكلم عن القضية دي. شكرا لك جزيلا يا دكتور، أنا آسف جدا لمقاطعتك، بس يا نزار أدينا بس كل خاتمة يا نزار موجة. ممتاز. أنا كيف؟ أنا في رأيي إنه نستفيد من الوضع بتاع الرقمية في إعلاننا يعني عن ثورتنا، ونستخدم يعني أساليب متطورة في الدعاية حتى للشيء اللي قاعد يحصل. يعني الهدف شنو؟ الهدف إن إخواننا نحن عايزين عدل، عايزين مشاني. يعني نحن نصور لنا بالفوتوشوب صور جميلة بتاعت مشنقة ونجيب كل الناس اللي نحن عايزين يشنقوهم على أساس إن يبقوا، لأن
ما في اصلا بيس، ما في اي وضع حيبقى ما لم ان يكون في محاكمه للمجرمين اللي اجرموا. بالتالي كيف انه نسوق حتى المحاكمه؟ يعني انا يعني عايز الدعايه بتاعت الشباب في الانترنت يعني تتعكس في مطار الخرطوم. الان في دول بيجت تجي، في امريكا، في كندا، في بيجت تجي تشوف الوضع عشان تقييم. الاتحاد الاوروبي عنده دور، نعتصم قدام الاتحاد الاوروبي، نجيب شعارات بتاعت شنك بتاعت جاستس، انه يا اخي نو بيس ويزاوت جاستس، نخدها في مطار الخرطوم، نكتبها بالحيط، نشخبط بصوره تبقى يعني حديثه، ونستخدمها في الميديا، وننشرها زي ما بننشر الصور بتاعت الناس اللي قاعده تتهسم العربات. نجيب صور تانية تحس الناس للعداله، الناس اللي حتى الامريكان اليومين دي قاعدين يجوا يقابلوا برهان، يقابلوا غيره، يعرفوا انه من المطار، يعرفوا انه الشعب ده عايز يشنقوا له الجماعه دي فقط. وده اللي المفروض نحن نعمله، ونحن المفروض نركز على السفاره الامريكيه، الاتحاد الاوروبي، نركز عليهم المتطلبات الشعب اللي قاعد يسور اسي في الشارع. ما في غير كده، يعني هو ده الوحيد اللي ممكن نحن يكون فيه تغيير. نزار موزة، شكرا لك جزيلا. جماعة والله أنا حقيقة يعني خجلان ذاته من الوقت اللي أخذنا ده والنادي، لكن والله سعيد جدا جدا، ويا ريت زي ما عملنا قبل تشكروا معايا الناس كلهم. صفق لي دكتور أمير من مانشستر، ونزار من فنلندا، وليلى من أبو ظبي، وعثمان الدكتور عثمان تنقساوي من النمسا. شكرا لكم جزيلا والله. والله يا جماعة ما قصرتوا، كله مشاركتكم جميلة، وإن شاء الله الحلقة كلها حنقطعها الحلقة. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن لا فيه.